مثل هذه التجمعات هي دائما هي الأساس لصناعة أي شيء جديد. لطالما تكون المشاريع اللي في البداية ولا المحتوى اللي ماله جمهور كبير يكون صعب أن يكون لأحد يحتضنه علشان يعطيه مساحة كبيرة للانتشار. فاللي يسوي نادي دبي للصحافة يعني واحدة من الأشياء المهمة لإعطاء البودكاست مساحة أكبر وتجمع لكل صناع المحتوى البودكاست في العالم العربي كله في مكان واحد جالس يجمع أماكن للتعاون وأماكن أنه نتعلم من بعض تخلي المحتوى العربي أفضل وأكثر انتشارا إن شاء الله.